بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أشكر لطف الأصدقاء الإخوان والأخوات الذين زاروا مدينة قم المقدسة، حيث إنها بلدة لإحدى المجاهدات في سبيل الله، وهي السيدة فاطمة المعصومة عليها الصلاة والسلام. كما نشكر الإخوة الذين زارونا وشرفونا بالمجيء إلى هذه الدار مع بعد السفر من طهران إلى قم ومشقة البرد وسائر ما يعانيه الإنسان من المشقات في الغربة. الموضوع الذي يجب أن نذكر الإخوان به ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الإنسان يجب عليه وأنتم بصورة خاصة طلاب الدورة أن يتزود من العلم ومن الأخلاق، فافز بعلم ولا تبغي به بدلا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. هذا البيت ينسب إلى الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وأوصي الإخوان بأخذ ديوان الإمام، لأن للإمام ديوان منسوب إليه، وكل أشعاره حكم وعلم وفضيلة وهداية وإرشاد، وليحفظ الديوان حسب ما يتمكنون. فاللازم على الإنسان أن يتزود بالعلم وبالأخلاق: الصدق، الأمانة، الوفاء، الحياء، الغيرة، المروءة، الديانة، وإلى آخر القائمة المعروفة في قوائم الأخلاق والتي خصصت لها في المكتبة الإسلامية كتب خاصة. لأن الإنسان بالعلم والأخلاق يسمو. ما هو الفرق بين الإنسان والحيوان؟ الإنسان له عينان، أذنان، لسان، شم، القوة اللامسة. الحيوان نفس الشيء. الحيوان أيضا له هذه القوة. فما ميزة الإنسان على الحيوان؟ ميزته بالعلم والإيمان والأخلاق. وإذا لم يتزود الإنسان من العلم والإيمان والأخلاق، هو والبهيمة سواء. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في شعر آخر له في نفس الديوان يقول: أبني، يخاطب ولده الحسن، وهمزة أ يسمى للنداء القريب في اللغة العربية، أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري. إنسان بهيمة لا أكثر ولا أقل. البهيمة تأكل هو يأكل، البهيمة تشرب هو يشرب. ولذا في القرآن الحكيم الله تعالى يقول: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. يعني هؤلاء للأكل والتمتع فقط. في آية أخرى يقول الله: يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الخرفان شنو مثواه وأخيره؟ القصاب والمقصب والذبح. الإنسان الذي لا يفهم، لا يشعر، لا يعلم، لا يؤمن، لا يتحلى بالأخلاق، يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى
لهم مثوى، يعني محلهم أخيرهم النار. الواجب على الإخوان كل واحد واحد والأخوات كل واحدة واحدة أن يتمتعوا بالفضيلة وبالتقوى وبالإيمان وبالعلم وبحسن الأخلاق. وكذلك بالنسبة إلى الأخوات، إن كل رجل عظيم وراءه امرأة عظيمة. مو الموضوع خاص بالرجال وبالشباب، الموضوع للنساء أيضا. آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر، خلفه من؟ حواء، وحواء هي امرأة عظيمة أيضا وعظيمة جدا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خلفه من؟ هاجر السيدة العظيمة أم إسماعيل. عيسى عليه الصلاة والسلام وراءه أمه مريم. موسى عليه الصلاة والسلام وراءه أخته كلثم، لموسى أخت سيدة عظيمة تسمى بكلثم. ونأتي إلى نبي الإسلام ووراءه خديجة. ونأتي إلى علي ووراءه من؟ فاطمة. ونأتي إلى الحسين ووراءه زينب. ونأتي إلى الإمام الصادق ووراءه أم حميدة. ونأتي إلى الإمام المهدي ووراءه السيدة نرجس، إلى قائمة طويلة معروفة من النساء واللاتي كن خلف الرجال الأفاضل المجاهدون والمجاهدات. ولذا في القرآن الحكيم أحيانا يعبر بالرجال وأحيانا يعبر بالرجال وبالنساء، المؤمنين والمؤمنات وإلى آخره. الموضوع الأول، يجب علينا جميعا أن نكون علماء، حلماء، أتقياء، فضلاء، أصحاب صدق وأصحاب شهامة وأصحاب وفاء وأصحاب غيرة وأصحاب مروءة وأصحاب إنسانية وأصحاب مشاركة وجدانية وإلى الآخر. هذا ما يجب أن نتحلى به. وأيضا يجب أن نتحلى في هذه القائمة بالألفة. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يعني يجب أن يكون الإنسان أليفا، مؤتلفا، صديقا، وفيا، مو اختلاف. الاختلاف يحطم والاتحاد يرمم ترميم. يجب دائما أن نكون إخوة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، مو ألف أمة ولا ألف شكل. الإنسان يجب دائما أن يتحلى بالرفق ولا يكون أخرق، أن يتحلى بالصداقة، أن يتحلى بالتعاون. هذه الشروط الإنسانية. البهائم تراها متفرقة لا ترتبط بعضها ببعض، أما الإنسان يرتبط بعضهم ببعض. فالواجب علينا أن نجتهد في هذه الصفة، صفة الاتحاد، صفة الوحدة، صفة الألفة. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، يعني أن تكون أنت أيضا تذهب إلى ذاك، وذاك أيضا إذا جاء إليك أن تكون ألفا له وأليفا له. هذه الصفات النفسية يجب علينا أن نكملها في أنفسنا وأن تكتمل في نفوسنا، وبهذه الصفات نكون إنسانا. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أنت إنسان بشنو؟ وأنا إنسان بشنو؟ بجسمي؟ لا، وإنما بنفسي، حتى ما بنطقي، لأن الببغاء أيضا ينطق. فالإنسان ليس إنسانا بنطقه أو عينه أو أذنه أو لسانه أو بطنه أو يده أو رجله، وإنما هو إنسانا بنفسه. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. يعني أنت بالجسم مو إنسان، أنت بالنفس إنسان. ثم إذا أردنا أن ننصح الآخرين يجب أن ننتصح في أنفسنا. يا أيها الرجل المعلم غيره، أنتم إن شاء الله في المستقبل علماء ومعلمون وخريجوا دوره وحملة رسالة. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء وأنت أولى بالدواء،
وتطيب المرضى وأنت سقيم. تصير أنا مذا أخلاق وأمر الناس بالأخلاق، كبرت الكلمة التي تكون الإنسان على خلافها وهو يقولها. والإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، واحفظ نهج البلاغة، يقول: لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين به. يعني إذا أمرت بالمعروف فكن أنت عاملا، وإذا نهيت عن المنكر فكن أنت منتهيا. كتب أخلاقية إن شاء الله تقرؤونها، تشترونها، تلتمسون المدرسين أن يدرسوها، حتى نكمل أنفسنا ونوفق لأن نكمل الآخرين أيضا. هذا موضوع طويل ونكتفي منه بهذا القدر. وقد ذكرنا في أثناء الكلام حفظ نهج البلاغة وحفظ ديوان الإمام أمير المؤمنين، ونزيد بحفظ القرآن الحكيم مهما أمكن ولو السور القصار، وحفظ صحيفة السجادية للإمام السجاد، لأن القرآن نور. ويقال للإنسان في الآخرة: اقرأ آية ورق درجة، بكل آية حفظتها وعملت بها ترتفع درجة. ارتفاع الدرجات هناك في القرآن، في العمل الصالح، في العلم النافع، بهذه الأمور، مو بالمقاييس الدنيوية، بالدور والقصور والسيارات وما أشبه. لا، اقرأ آية ورقة درجة. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني نأتي إلى العراق، والذي أنتم شردتم منه لأنكم قلتم: ربنا الله، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الواجب علينا بصورة خاصة، يعني على العراقيين الذين أخرجوا من بلادهم ومن ديارهم، أن يتسلحوا بالكفاح. الكفاح باللسان، الكفاح بالقلم، الكفاح بالسلاح، الكفاح بكل طاقة وإمكانية. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فوق كل بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. إني لا أدعو الإخوان إلى أن يذهبوا إلى الجبهة ويقتلوا، لا، إني أدعو الإخوان أن يسقطوا صدام ويذهبوا إلى إسرائيل ويسقطوا إسرائيل، وأن الإنسان يقتل في سبيل صدام هذا مو مهم. فإذا قلنا الجهاد وقتل في سبيل الله، قتل كقتل المسلمين الأولين الذين كانوا يفكرون في فتح العالم مو فتح العراق. نحن يجب أن نعيد إلى المسلمين مجدهم وعزهم، مو المهم العراق، العراق كخطوة. المهم أن نسقط الحكومات الكافرة بالله واليوم الآخر مهما كان ومن وراءهم، هذا هو المهم. وهذا يكون لأن الله معنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والله صادق في وعده. ونحن لسنا أقل من غاندي، الرجل الهندي المشهور. هذا جمع شعبه من 100 مليون هندي، مو بعيد إذا قلنا هذا الشيء، يعني لا تتعجبوا. وغاندي رجل أيضا، وأنتم رجال. غاندي ما كان رجلا طويلا جدا ولا عريضا جدا ولا ذا موهبة خارقة، وإنما بشر. ويختلف هل هو مسلم أو كافر، أنا شخصيا أعتقد هو مسلم ببعض الشواهد والقرائن. فإذا قلنا بإسقاط إسرائيل وبإسقاط الحكومات العميلة وبتوحيد المسلمين 1,000,000,000 مسلم تحت جبهة الإسلام، هذا ليس شيئا عجيبا، هذا طبيعي. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني ماذا؟ الحدود المصطنعة يجب أن تلغى بين إيران والعراق، بين العراق وسوريا، بين سوريا ومصر، بين مصر وفلسطين، وبين فلسطين والأردن. هذه كلها من صنع الاستعمار، من صنع بريطانيا وإسرائيل وأمريكا وروسيا وهؤلاء الذين هم أعداء الإسلام. لا تتعجبوا إذا قلنا نريد إعادة حكومة إلهية واحدة في الأرض تحتوي على 1,000,000,000 مسلم، هذا ليس بعجيب. العجيب أن لا نفكر في هذا الشيء. الرسول الأعظم إنما تمكن من فتح العالم لأنه كان خلفه أبو ذر العربي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، كان هؤلاء خلف النبي العالمي،
وكان يفكر في فتح العالم. فإذا قلنا الجهاد والمجاهدون وقرأنا حديث رسول الله، لا نقصد أننا نقتل في سبيل إنقاذ العراق أبدا، يجب أن لا نقتل في سبيل إنقاذ العراق، يجب أن نقتل في سبيل إنقاذ العراق. والإمام الحسين قتل بعدما قتل 2000 إنسان ولم يكونوا بإنسان، 2000 بهيمة في صورة إنسان، فليس المهم أن تقتل. ولذا أنا دائما أقول للشباب الذين يذهبون إلى الجبهات ويقولون ادعوا الله لنا بالشهادة، أقول أدعوا لكم الله بالشهادة وقت اللي تفتحون العالم، مو تقتلون هنا في خونين شهر أو في خرم شهر أو في مكان آخر أبدا، لا، يجب أن ترجعوا إلى العراق وأنتم سادة وأنتم قادة وأنتم أصحاب الأرض. يعني المسلم صاحب الأرض، الأرض لله، والمسلمون هم خلفاء الله في الأرض، المسلم الذي يعمل. النبي الأعظم قال في كلمة له: اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنتي، أولئك خلفائي. فكل إنسان يعمل بالإسلام بأصوله وفروعه ويعتقد أصوله، هذا الإنسان خليفة رسول الله، وهذا الإنسان بواسطة النبي والأئمة خليفة لله. يجب أن نتسلح بالكفاح أمام هؤلاء الكفرة. هذه المبادئ التي نشروها في بلادنا العربية وغير العربية كلها مبادئ كافرة، يجب أن تزال وتقلع جذورها. الشيوعيون من هم؟ عبيد ماركس. ماركس من؟ رجل يهودي. البعثيون عبيد من؟ عبيد عفلق. وعفلق من؟ رجل مسيحي. كافر وكافر. والقوميون من؟ عبيد حكم دروزة، وحكم دروزة رجل شنو؟ مسيحي أيضا. والديمقراطيون، الديمقراطية يعني حكم الإنسان في قبال حكم الله، في الإسلام حكم الله مو حكم الإنسان. الديمقراطيون عبيد من؟ عبيد ديمقراطيس. ديمقراطيس رجل ملحد غربي قبل 2000 سنة. الوجوديون عبيد من؟ عبيد سارت فرنسي. سارتر من؟ رجل يهودي. فكل هذه المبادئ يجب أن تحطم ويجب أن تزال ويجب أن تقلع جذورها. القومية باطلة والشيوعية باطلة والبعثية باطلة والوجودية باطلة والديمقراطية باطلة، كلها باطلة. نحن عندنا شورى إسلامي لا أكثر ولا أقل، وكل هذه الحدود المصطنعة باطلة، وهذا عربي وهذا عجمي وهذا تركي وهذا هندي، كلها باطل. كلنا مسلمون نحن، وبلدنا بلد الإسلام، وأنتم في إيران في بلدكم، وإذا ذهبتم إلى مصر فأنتم في بلدكم، والمصري إذا جاء إلى إيران، إذا جاء إلى العراق فهو في بلده، والباكستاني إذا جاء إلى العراق فهو في بلده. الحدود المكذوبة كلها من صنع الاستعمار وصنع الكفرة وصنع الغربيين والشرقيين. يجب عليكم وعلينا جميعا أن نعيد هذه الحكومة الواحدة الإسلامية الإلهية. أما صدام والسادات والملك حسين، هذول عبيد أذلاء لا قيمة لهم أبدا. قيمة العبيد: عابد بيده مسدس لا تتمكن أن تصنع معه شيئا، يقتلك صحيح، من الممكن أن يقتلك، لكن هل هو تخلف عن كونه عبدا؟ أبدا، هو عبد. والمسدس مو دليل، ولا كل حرامي عنده مسدس، كل سارق عنده مسدس. هؤلاء الذين جاءوا إلى حكم الإسلام عبر الدبابات وعبر الوراثات عملاء لا أكثر ولا أقل، ولا قيمة لهم في التاريخ أبدا، وكم جاء أمثالهم وذهبوا. فالواجب الكفاح لإسقاط كل هذه الأنظمة، ولإسقاط كل هذه الحدود المصطنعة، ولإسقاط كل هذه القوميات والأفكار المستوردة. ويأتي منكم: المسلمون لما هجم عليهم المغول فر منهم 50,000 وسكنوا آسيا الوسطى. هؤلاء صاروا نواة لحكومة العثمانيين، والتي دامت 500 سنة وصنعت إمبراطورية كبيرة كانت تخاف منها روسيا وأمريكا وبريطانيا وكلهم. 50,000. العراقيون المهجرون إلى إيران كم؟ ما يقارب 250,000.
فإذا تمكن 50,000 من المسلمين أن يكونوا حكومة عالمية فأحرى أن تتمكنوا أنتم، يعني أنتم 250,000 يعني 5 أضعاف أولئك، لكن يجب أن تتحلوا بسعة الصدر. الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول: آلة الرئاسة سعة الصدر، تحمل المشاق، الصبر، الحلم، جمع الكلمة، الكفاح باللسان، باليد، بالقلم، بالعلم، بالطاقات، بالسلاح، بالمال، بكل شيء. ذات مرة مات أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعند موته أخذ يبكي. قيل له: لماذا تبكي؟ قال: موت كموت البعير، أنا أموت مثل ما بعران يموت على فراش، ويا ليت كنت أستشهد في سبيل الله. كل إنسان يموت، إذا استشهد في سبيل الله هذا المفخرة. الإمام الحسين يقول: وإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. يعني ما دام نحن نموت خل نقتل في سبيل الله، لكن مو قتل اعتباطي، القتل بعد أن نوحد كل المسلمين تحت لواء الإسلام حتى تكون لنا حكومة واحدة إسلامية عالمية ذات 1,000,000,000 مسلم. وهذا ما يكون إن شاء الله تعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما الذين يحكمون العراق ورئيسهم صدام الآن، فهو بالإضافة إلى أنه عبد عتلق، إذا كان مسلما ما كان يتبع عتلق. آية قرآنية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني هذا مو مسلم. وذهب إلى حرم الإمام الحسين، وكلكم سمعتم هذا الشيء، وصلى من القيام راح للسجود، يعني ما صلى لله ولا ركعة في عمره، لأن أي واحد صلى لله ولو ركعة يعرف أنه بعد القيام شنو؟ ركوع. وناس كفرة، عملاء، عبيد، أذلاء، خانعين، جاءوا بهم عبر الدبابات لا أكثر ولا أقل، وعمرهم قصير. القرآن الحكيم يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. قليل أيام. أين أحمد حسن البكر؟ وأين غيره من هؤلاء العملاء؟ عملاء أذلاء حقراء عبر الدبابات والسفارات الأجنبية يؤتى بهم إلى بلادنا، ثم لا يدرى أين جاءوا وكيف جاءوا وأين ذهبوا وكيف ذهبوا. وعلى قول ذلك الشاعر يقول: خليفة مات لم يحزن له أحد، وآخر قام لم يفرح به أحد. أما أنه ليس بعربي فواضح، أيكم يعرف نسب صدام؟ المشهور أنه عبد السطيح، يعني أن صدام وأبوه وجده يهودي اسمه عبد السطيح، هذه المجلات كتبته. وهل هو من يهود العراق؟ هل هو من يهود فلسطين؟ هل هو من يهود باريس؟ كله مو معلوم. حقيقة هؤلاء أناس مجهولين، نكرة، لا يعرف لهم نسب ولا يعرف لهم حسب. السفارة البريطانية والسفارة الإسرائيلية في الداخل والخارج جاءوا بهؤلاء البعثيين لا أكثر ولا أقل، ومذهبهم البعث. والشعر المشهور كلكم سامعيه عن شاعرهم عماش الخائن الذي لا يعلم الآن في النار أو في زاوية من زوايا الأرض: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، هذا دينهم، وبالمشيل نبيا ما له ثاني، وفي سبيل، يعني كتاب مال بعثيين مال عفلق، وفي سبيل كتابي عز منزله، مو قرآن، في سبيل البعث كتابه وكتابهم، وفي سبيل كتابي عز منزله ضربت بالذكر عمدا عرض حيطاني، يعني القرآن ضربت على الحائط، بالفعل ضرب القرآن عرض الحائط. والحمد لله الذي سلط بعضهم على بعض يقتل بعضهم بعضا. أكثر الذين ساعدوا هؤلاء الخونة فيما يسمى بمجلس قيادة الثورة قتل بعضهم بعضا، كلكم تعلمون هذا الشيء. خونة مأجورون، عملاء، كفرة ليس لهم هم إلا كالدابة، كهم الدابة،
كما يقول الإمام أمير المؤمنين همها علفها، هذا هو الواجب، الكفاح مع هؤلاء. ذات مرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذوا يتمنون، ما هي أمنيتك؟ ما هي أمنيتك؟ ما هي أمنيتك؟ كانوا جالسين في مكان يسأل بعضهم بعض. أحدهم قال أمنيتي أن أحفظ القرآن، والآخر قال أمنيتي أن يكون لي بيت من ذهب أنفقه في سبيل الله، والآخر قال أمنيتي أن يكون لي كذا وكذا، وأحدهم ساكت. ويقال إنه كان أبا ذر الغفاري الساكت، يقال أبو ذر أو تلميذ آخر من تلاميذ رسول الله. قيل له لا تتكلم أنت، قال أمنيتي أن يكون لي بمقدار هذا البيت مجاهدين يجاهدون في سبيل الله، ليس أمنيتي ذهبا ولا فضة، وإني أحفظ القرآن، لكن أمنيتي مجاهدين يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الكفاح. الموضوع الثاني الكفاح. الموضوع الأول العلم والأخلاق، الموضوع الثاني الكفاح. الكفاح المستمر الذي لا يعرف الكلل، بالقلم، باللسان، بسائر الطاقات، رجلا، امرأة، أخا، أختا، أي لون كنتم. الموضوع الثالث ونختصر، آخر آية نزلت على رسول الله ما هي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قسم من المفسرين يقولون آخر آية نزلت على رسول الله هي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نحن أمامنا الموت ونرجع إلى الله، ويسألنا الله عن كل كبيرة وصغيرة، ووجدوا ما عملوا حاضرا. إنسان يجب أن يهيئ نفسه لتلك المحكمة الكبرى، وعلمنا وأخلاقنا وجهادنا وفضيلتنا كلها لهذا الشيء، لأننا مسؤولون. الإنسان إذا مات لا يترك، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا نشرنا ونسأل بعده عن كل شيء. يجب أن نخاف الله، يجب أن نعمل لله، يجب أن نتحلى بالواجبات، نترك المحرمات، يجب أن نكون كما أراد الله، وإلا الدنيا تنقضي ونحن نموت وننتقل من هذه الدار إلى الدار الثانية. فالواجب علينا أن نتهيأ لذلك اليوم. التقوى من الله، لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. نسأل الله أن يوفقكم جميعا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.